السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح أحكيكم عن نظام الكفالة بألمانيا. تمام؟ نظام الكفالة بألمانيا اللي هو معروف أنك أنت تكفل شخص، مثلا حابب تجيب شخص لعندك هون وأنت بتكفله، إن كان أنك تكفله زيارة 3 شهور، أو إذا حابب أنت تخليه عندك على طول بإمكانك كمان تمشي بالإجراءات هاي. فأنا رح أشرح هذا الموضوع كله كامل وعن تجربة، يعني أنا بصراحة هذا الموضوع أنا مشيت فيه واشتغلت فيه يعني، وعم بحكي عن تجربة، ما عم بحكي إنه عن قيل وقال. تمام؟ فرح أشرح لكم عن هذا الموضوع اليوم، ورح قلكم شو الوراء المطلوبة وشو الشروط المطلوبة لهذا الموضوع. تمام؟ قبل ما نبلش، الله يخليكم، من بعد إذنكم، والله عم بتعب بالفيديوهات وعم بشتغل عليها. اشتركوا بالقناة إذا ما لك مشترك بالقناة، اعملوا لنا لايك، شاركوا الفيديو، خلينا نستفاد إن شاء الله. تمام؟ هلأ أول خطوة بالنسبة لموضوع الدعوة، أنت مثلا حابب تدعي والديك، حابب تدعي حدا من أصدقائك، حابب تدعي حدا من أقربائك، يعني أي حدا حابب تدعي أنت، بكل بساطة لازم أول شغلة تعملها أنك يكون عندك سكن. يعني أنت مثلا شخص واحد لحالك، لازم إذا بدك تدعي مثلا أنت شخص تاني، تمام، أو بدك تدعي مثلا والديك، أبوك وأمك مثلا، أو أبوك أو أمك، لازم يكون البيت بيسع لثلاث أشخاص. يعني البيت لشخص مثلا خلينا نقول 40 متر، إذا بدك تجيب شخصين لازم يكون عندك أقل شيء 70 متر، أقل شيء. تمام؟ يكون 3 غرف، هي واحد. اثنين، إذا بدك تدعي شخص واحد لازم يكون راتبك أقل شيء 1500. تمام؟ طبعا هذا بيختلف من مقاطعة لمقاطعة. هلا عندك مثلا ببرلين، عندك بهامبورغ، عندك بلايبتيش، عندك بمدن كبيرة، الحد الأدنى اللي هو 1000 بالضبط إذا بدك يا 1488. تمام؟ 1488 يورو لازم يكون راتبك إذا بدك تدعي شخص واحد. إذا كانوا شخصين لازم يكون راتبك 1775 وكسور تقريبا. تمام؟ فكل ما بيزيدوا، كل ما بيزيد شخص بدك تزيد عليه أنت بحدود 300 إلى 350. تمام؟ هاي شغلة. طبعا بدك تروح على مكتب الأوسلند بهوردة مشان أنه أنت تقدم الطلب، لازم تاخد معك عقد البيت، ولازم تاخد معك 3 شهور لون ابغيشنونج، انه انت قديش بتقبض كل شهر، بدك تاخد كل 3 شهور، يعني عن 3 شهور. تمام؟ وبالاضافه بدك تعبي هذا الطلب. هلا رح احط لكم صورته، بتشوف هذا الطلب. كمان لازم تعبي هذا الطلب اللي هو فيرفليشتونجز اركليرونج. تمام؟ هذا الطلب كمان بدك تعبيه. هلا عندك هون فوق بتحط اسمك، اذا انت كنت الداعي الشخص بتحط اسمك، عنوانك، معلوماتك، وتحت هون بتحط اسم الشخص وعنوانه ورقم جوازه، وقديش المدة هون حط عندك تحت قديش المدة يلي انت بدك تستضيفه عندك فيها. تمام؟ او انت بتعبي هاي المعلومات كلياتها. كمان بتاخد معك هذا الطلب. في عندك كمان شرط ثالث اللي هو التأمين الصحي. هذا التأمين الصحي مهم جدا. تمام؟ هذا التأمين الصحي انت اذا بدك تعمله، لكان اذا بدك تعمل مثلا انت تأمين صحي لوالديك، لحدا من اقربائك، حدا من اصحابك، هذا ما بتحسن انت تعمله من شركة الاوكا تبع التأمين الصحي. لانه انا جربت واتصلت فيهم وحكيت معهم، قلت لهم انه انا بدي اعمل دعوة لاشخاص معينة، فبدي نزلهم على اسمي لعملهم تأمين. فخبروني يوميتها انه لا، ما بيمشي الحال. انا طبعا اتصلت وسألتهم، انه انا شفت فيديوهات كتير على الانترنت عم يقولوا انه انت بامكانك تنزله على بطاقتك لاوكا، بس طلع هذا الحكي ما بيمشي الحال. لا، فانا شو ساويت، في عندك شركة الADAC. تمام؟ شركة الADAC هدول جماعة كتير كتير محترمين وعندهم عروض كتير 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 حلوة. تمام؟
التأمين اسمه بشركة ADAC اسمه Incoming Physician. تمام؟ شو اسمه؟ اسمه Incoming Physician. هذا التأمين انت بس تتصل على شركة ADAC او تروح لعنده وتقول لهم انا بدي اعمل Incoming Physician. تمام؟ فون أوسلاند انه انت بدك تعمل تأمين لحدا جاي من برا. تمام؟ فانت بامكانك اوكي بيقول لك اوكي شو التأمين بدك تعمله؟ بتقول له مثلا بدي اعمل لهم التأمين اللي هو كرانكن فيزيشنغ اللي هو تبع التأمين الصحي للمرض للعملية لا سمح الله صار عليه شيء هون كذا، في تأمين يغطي هاي المصاريف كلها هاي. تمام؟ هذا بيطلبوا منك. وبالإضافة انت اذا حابب هاي اكسترا، انت اذا حابب مشان تكون انت بالمضمون وعندك انه ميزة احسن اذا عم تقدم الطلب انت بالأوسنة بهودة، تعمل الهافت فليش فيزيشن، كمان بريفات هافت فليش فيزيشن. هدول التأمينين ممتازين ومناح لهذا الموضوع كتير. طبعا قيمة التأمين اللي هو تبع الكرانكين فيزيشن هذا قيمته كان 94 يورو لمدة 3 شهور. تمام؟ لأنه الدعوة كنت أنا بدي أعملها لمدة 3 شهور، فقلنا له بدنا نعمل دعوة لمدة 3 شهور، فقالوا لي أوكي هذا التأمين بيجي سعره 94 يورو. تمام؟ قلت لهم كمان أنه أنا حابب أني أعمل كمان البريفات هافت فيش فيزيشن. تمام؟ فقالوا لي أوكي ما عندنا مشكلة. ضافوا على 94 13 يورو ونص، يعني البريفات هافت فيش فيزيشن كلفني 13 يورو ونص تقريبا لحدود ال 14. فكلهم على بعضهم قالوا يوميتا التأمينين ب 113 يورو. تمام؟ هذا الموضوع ممتاز لانت اذا حابب انك تعمل دعوة لحدا. تمام؟ ومهم جدا التأمين الصحي. هلا بنجي لموضوع الشبار كونتو. هلا انا سمعت من فيديوهات تانية انه عم يطلبوا شبار كونتو اللي هو انه يكون عندك رصيد بحسابك بالبنك. تمام؟ وقالوا لازم يكون عندك اقل شيء 2500، هيك قالوا. انا ما بعرف هاي المعلومه، انا ما بعرفها. تمام؟ بس انا وقت اللي رحت على الاوسن بهوده ما جابوا لي سيره شبار كونتو. يلي سالوني عليه يوميتا عندك سكن؟ يسع عندي سكن. يسع قديش راتبك؟ لازم يكون راتبك اقل شيء 1500. قلنا لهم تمام. وقالوا لي على موضوع التأمين، قلنا لهم كمان موجود التأمين، بس هذول اللي سألوني عنه، ما سألوني عن شغلات تانية، شبار كونتو شبار ما بعرف شو، ما سألوني عن القصص كلها. تمام؟ بس في عالم قالوا انه عم يطلبوا شبار كونتو لازم يكون في اقل شيء 2500، وفي مرة فيديو سمعته عم يقول لازم يكون 10,000 يورو. يعني صارت من المستحيلات انك انت تجيب حدا لعندك هون تستضيفه اذا لازم يكون عندك انت شبار كونتو في 10,000 يورو. المهم انا حكيت لكم الشروط اللي طلبوها مني. تمام؟ هاي شغلين انت بس جبت هاي الشروط كلها اللي ذكرتها انا، امورك ان شاء الله بخير وسليمة وبصير لم الشمل وبتزبط امور ان شاء الله. طبعا انا للأسف ما حالفني الحظ وزبط الموضوع. ليش؟ بسبب الكورونا رحنا مشان نعمل دعوة لعائلتي، فقالوا لي بنعتذر منك هلا بالفترة الحالية ما فينا انه نعطي موافقة بسبب الكورونا، موقفين بسبب الكورونا. تمام؟ هذا يلي صار يوميتها. وقالوا لي انه ان شاء الله بعد ما تخلص كورونا في مجال ان شاء الله لهذا الموضوع. تمام؟ قالوا لي انه نحن عم نعطي هلا حصرا عم نعطي للحالات الاضطرارية جدا، يعني بعيد من هون حدا مرضان، حدا بحاجة انه علاج فوري وما في منه الا هون ومعه اوراق ثبوتية طبعا تثبت هذا الشيء، يعني غير هيك ما عم يعطي. تمام؟ فهاد اللي يوميتا حكوا لي وطلبوا لي. هلا في عندك شغله تانية، انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك، انت راي عم تعمل دعوه مثلا لمده 3 شهور، انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك لهون على المانيا قعد 3 شهور، بعد ما خلصوا 3 شهور انت يا اخي حابب انك ما ينزل هذا الشخص يرجع على سوريا، بدك اياه يضل عندك على طول. تمام؟ بامكانك تخليه عندك على طول بس بشرط واحد،
شو هو الشرط؟ الشرط بتروح على أوساندا بيهوردة بتقول له إنه أنا هذا الشخص بدي يضل عندي على طول. بيقول لك أوكي أهلا وسهلا ما في أي مشكلة بإمكانه يضل عندك على طول، بس بدك توقعنا على ورقة إنك أنت بتتكفل بمصاريفه لمدة 5 سنوات. أنت بتتكفل بمصاريفه لمدة 5 سنوات، أكله شربه سكنه تأمينه، هاي الأمور كلها أنت بدك تتكفل فيها، هن ما بيدفعوا لك شيء. تمام؟ طبعا أنت تركت شغلك، وقف شغلك وما عاد عندك شغل، ما عاد عندك شغل، شو بدك تساوي؟ بهيك حالة ما في مشكلة، بيتحملوا هن معك هاي القصة. بس أما إذا أنت عم تشتغل وأمورك ماشية، أنت بدك تضلك متكفل بهذا الموضوع لمدة 5 سنين. بعد 5 سنين بيسقط عنك هذا الموضوع، بإمكانه بقى هو يقدم لجوء نظامي. تمام؟ وساعتها بصير بياخذ مساعدات والأمور كلها تاعي. تمام؟ هاي فكرة لازم تحطوها ببالكم وتعرفوا إنه إذا بده يضل أنتوا بكون تتكفلوا فيه، ورقة أنتوا بتتوقعوا عليها يعني. تمام؟ بالإضافة إنه أنتوا موقعين بالأساس على ورقة اللي هي فيرفليستونغ إركليرونغ. تمام؟ يعني من الأساس أنتوا موقعين إنه في كفالة أنت جايبها على الكفالة، يعني ما فيها شطارة القصة، يعني يجي لك يلا أنا بجيبه هلا أو بجيب الشخص اللي بدي إياه. تمام؟ وبس ليجي له هون بعد 3 شهور بقول له أنا بدي أقدم له لجوء والله. ما في حرب بقى. صحيوا على هذا الموضوع وصاروا يعرفوا كل شيء، لأنه ما شاء الله في عالم يعني بيضت صفحتنا تمام هون بألمانيا. تمام؟ فهذا الموضوع هيك. أنا بصراحة حبيت شارككم بهذا الموضوع وأشرح لكم التجربة اللي صارت معي، ما حدا قال لي، التجربة اللي صارت معي وهذا اللي انطلب مني يوميتها. تمام؟ بتشكركم، إذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من الدعم واشتركوا بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديو، وجزاكم الله كل الخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.